الحمد لله يقص علينا النبأ بالحق، وصلى الله وسلم على عبده الأصدق سيدنا محمد أكرم من خلق، وعلى آله وصحبه ومن بمحبته تحقق، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم. أما بعد، فإن في تأمل القصص الحق تأملنا ما قال الله: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وأشرنا إلى أن الله تبارك وتعالى أحب إقامة الدليل والبرهان منا على محبته ببذل ما حبب إلى النفوس من الأموال لوجهه وابتغاء القرب منه، فعلى قدر محبة الله تبذل محبوبات النفوس وتترك من أجل الملك القدوس سبحانه وتعالى. وأن المؤمن يتعمد بصدقته وإنفاقه وهديته خير ما عنده وأكرم ما عنده، وأن من ضعف إيمانه أو وقع في النفاق يقصد الأقل والأسوأ والأردى ليقربه إلى الله تبارك وتعالى. وأن الله قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأن ابني آدم قربا قرباناً بعد أن نزغ الشيطان في قلب أحدهما حسداً لأخيه الآخر، وذلك ما كان بين المشهورين من أبناء آدم بهابيل وقابيل، وأن قابيل كان يكره أن يتزوج أخت هابيل التي نزلت وخرجت معه من بطن حواء، وأن واجب قابيل أن يزوج أخته التي خرجت معه من البطن وكانت توأمه من أخيه هابيل وهو لا يحب ذلك، وأنه نزغ الشيطان في قلبه حسدا، وذلك من جملة ما يلعب به إبليس على الناس إلى يوم القيامة فيما يتعلق بالنظر إلى الصور أو إلى الأشكال، فهو محطة من محطات إبليس اجتهد فيها في الأول ولا يزال مجتهدا بها مع جنده إلى أيامنا هذه. فأدخل عليه باب الوسوسة وقال له: إن أختك التي خرجت معك أضواء وأحسن وأجمل من أختي هابيل، فكيف تسلمها لهابيل وأنت أحق بها وأنت أخوها الذي ولدت معك، وذلك محرم في شريعة الله لآدم عليه السلام، وأنه كيف يأخذ عليك أختك هذه وإن أخته أقل منها جمالا وحسنا. ومن هذا المدخل كم دخل إبليس على الناس، وكثيرا ما يكون ذلك راجع إلى وهم وإلى خيال يبني عليه الشيطان مبانيه ليفسد الخلق ويصرفهم. ومن جملة ما هو حاصل في الأمة ما يعرض عبر الأفلام وهذه التصويرات من التخيلات،
الصور التي تعرض ولا تكون تلك على وجهها في الواقع أو في الحقيقة أو في الدوام أصلا، ولكن يتصور منها الشاب تصورا فاسدا ووهما خياليا باطلا يريد أن يجده في واقع الحياة فلا يجده، فيسبب ذلك إشكالا كبيرا وفتنا وفسادا كثيرا في حياة هذا الشاب وفي علاقته مع أهله ومع زوجته. ومن أجل أيضا درء هذه المفسدة فرض الله على المؤمنين غض البصر، وفرض الله على المؤمنات الحجاب، وأن لا يبدين زينتهن حتى لا يعشعش الشيطان بخيال، ولا يعشعش الشيطان بضلال، ولا يعشعش الشيطان بتلبيس وتدريس ليفسد بين الناس بين الأزواج وبين الأسر، ويعلق بأشكال يتخيل منها المتخيل خيالا ليس بواقع ولا حقيقة، ولكن تزيين من إبليس لهذا الإنسان. كما أنه يعمل هذا العمل مع كل من لا يتحرى ولا يحترز من الدخول على زوجات إخوانه ومن دخول إخوانه على زوجته، أن يوسوس لكل واحد أن زوجة أخيك خير من زوجتك وأحسن منها، ويقول للثاني زوجة أخيك أحسن من زوجتك، وهكذا يقول لكل واحد مع الثاني، والكلام كله كذب وباطل، إلا أنه مجال ترويج وتهريج من قبل العدو ليوقع في التعويج وليوقع في الإرباك وفي الخروج عن جادة الحق والهدى والصواب. فيجب أن يتنبه لذلك. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق. وكان بعد ذلك أن جاءت مسألة القربان والتقرب إلى الله تعالى ببذل المحبوب للنفس وهو المال. وكان على الزرع قابيل وكان على الحيوان هابيل، فاختار هابيل وأحسن ما عنده وجاء بالحيوان السمين الحسن يقربه إلى الله تبارك وتعالى. وقد أسلفنا أن علامة قبول الصدقة عندهم أن تخرج نار من السماء فتأخذ القربان المقبول وتترك الآخر. فخرجت النار وأخذت قربان هابيل وتركت قربان قابيل الذي جاء بأردى ما عنده من السنابل، حتى أنه أعجبته سنبلة ففحكها وأخذ حبها من بين ذلك الرديء الذي طرحه للقربان إلى الله تبارك وتعالى ولم يتقبل منه. فانبعثت بعثة الحسد وقال لماذا تقبل الله منك ولم يتقبل مني؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال لا أقتلنك. فقرر أن يقتل أخاه، وذلك لما ألقى الشيطان أيضا إليه من مصيبة هذا الحسد. فلما ابتدأ الحسد تتابع الأمر حتى انتهى إلى ارتكاب الجريمة الكبرى الأولى في حياة البشر وهو سفك الدم. فكان على يد هذا اللئيم الذي وقع الشوم عليه والعذاب الشديد عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى بأنه أول من سن القتل في البشر. فالأمر كما ذكر صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين وغيرهما، لا تقتل نفس ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها والعياذ بالله. كل نفس تقتل ظلما على ابن آدم الأول نصيب منها، لأنه أول من سن القتل. هكذا جاءنا في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر أين ذهب بنفسه هذا الذي اجترى هذا الاجتراء، وكان مبدأ اجترائه من حسد وقر في قلبه. فليحذر الناس الحسد. والحسد انشئ من خلال مسألة الإغواء والإغراء بالأشكال والصور، فينبغي أن نغلق هذه الأبواب في حياتنا حتى نرتاح وحتى تتروح الأرواح وحتى نعيش صالحين موقنين موفقين متعاونين على البر والتقوى سالمين من أن يقودنا عدونا بسلسلة تهريجه وكذبه وباطله. نسد هذه الأبواب التي كانت أول أبواب المعاصي في حياة البشر في حياة بني آدم. دخلت هذه المعاصي إلى حياة الناس، دخلت
مسألة النظر إلى الأشكال بإشكال، ودخل على ضوء على إثرها الحسد الذي يحل في القلب، والذي إذا أحس الإنسان منه بشيء نحو أخيه واستثقل أي نعمة أو عطية أو مزية أو خصوصية اختص بها الآخر وجب عليه أن يكره ذلك وأن يلجأ إلى الله في صرفه عنه، وأن لا يبغي، وأن يدعو الله تعالى لمن حسده وأن يثني عليه فيزول الحسد من أصل، أما أن يرتضي ذلك ويسير معه ويمضي في تطورات آثاره فيه فيصل إلى البغي فينتهي إلى هذه المصيبة التي حذرنا الله تعالى منها في هذه التلاوة للأنباء بالحق في ابني آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، حتى انتهت إلى أكبر جريمة في حياة البشر وهي القتل بغير حق، فقتل ذلك الذي تورع كما نسمع في خبر الحق تبارك وتعالى وهو يقص القصة، يقول سبحانه وتعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وفي هذا أيضا بيان التفات عقولنا وقلوبنا وأرواحنا في أعمالنا الصالحة إلى القبول أيها المؤمنون، القبول إن كان صياما وإن كان قياما وإن كان قراءة قرآن وإن كان جهادا في سبيل الله وإن كان بر والدين وإن كان صدقة، القبول القبول يجب أن نلتفت إلى القبول، أقبل الله تعالى أم لم يقبل، وما لم يقبله الله فلا اعتبار له ولا مكانة له ولا رتبة له، والعياذ بالله تبارك وتعالى إنما يدور الشان مع القبول. بذلك كان يقول سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله يكون بقبول العمل أهم منكم بالعمل، فإنه لا يقل عمل مع مقبول، ما قبله الله ليس بقليل. أيها المؤمن بالله نترقب علامات القبول، وعلامات القبول في كل عمل يزداد إيمانك ويقينك وأن تخشع لربك ويزداد خوفك منه ورجاؤك فيه جل جلاله وأدبك معه في خلقه سبحانه وتعالى. فهذه علامات القبول وأساس القبول ما ذكر الله على لسان هابيل، قال إنما يتقبل الله من المتقين، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، تجرأ هذا التجري بدافع هذا الحسد وتزيين الشيطان له، ومع ذلك فما أقدم في النهاية إلا بتطويع النفس كما سيأتي معنا في كمال القصة، فما أشد عداوة هذه النفس لصاحبها إن لم يهذبها وإن لم يزكها. قال إنما يتقبل الله من المتقين، ما ذنبي حتى تفكر في قتلي، إن كان الله تقبل مني ولم يتقبل منك فكان الواجب أن تلاحظ نفسك وتبتعد عن السبب الذي حرمت به القبول عند الله، لا أن تحسد علي وتحقد ولا أن تمد يدك إلي. فسبحان مقلب القلوب يا من أنبأتنا النبأ بالحق، اجعلنا من المنتفعين المستفيدين وارجعلنا في المقبولين عندك، تقبل منا ما كان من عمل صالح وضاعفه إلى ما لا نهاية، واعف عنا في جميع سيئاتنا وخطيئاتنا وسامحنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، والحمد لله رب العالمين. ونور وفقه الحياة وأحلى الحكاية في ذا السبيل، جميل المعاني بأحلى كلام وأغلى الأماني بقول جميل، جميل المعاني بأحلى كلام وأغلى الأماني بقول جميل، إذا رمت طه وما كان فيه وكيف مع الآل والصحب كان، تعالى لنروي أحلى القصص برسل كرام من أقوى دليل.
قصاص الحق نهج لنا لعيش العلا والإخاء والسلام. فهيا معنا نعيش معا بدار النبي ووحي الجليل. فهيا معنا نعيش معا بدار النبي ووحي الجليل.